بالسالم الشيخ هذه رحلة السيارة على أرضية ميدان اللبسة اللي سجلت أفضل توقيت واليوم تضيف الفوز الخامس سجلت دقيقتين وست ثواني. نرحب بهذه اللحظات بالشوط الأول شوط القعدان الأول والشوط القعدان المستركات ضمن صندوق الحلفة تقدم وسير مع مقدمته وشوط تقدم مع شعار الدكتور سعيد بسالم الشيخ من قدم لنا مياس وقدم لنا مياس مع الشوط الأول. هذه المركز الثاني أيضا مياس الدكتور سعيد بسالم الشيخ من يقدم لنا مياس مع المركز الثاني المركز الثالث وصول مع شاهين. يا سلام أحمد بن عينين بن عبد الله المهيري يقدم لنا السنانة الشاهينية المركز الثاني وصل بهذه اللحظات شاهين سيد محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري وشوف المركز الخامس وصل شعار سعيد بن سليم سعيد بن سليم بن شوي ربة سعيد بن سليم الضبور العامري ولكن الله 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 شاهين وين ما شاء الله رقى شاهين مع الشوط الاول ويمشي ما شاء الله يسابق الليل ما شاء الله بهذه العروض الممتازه وصبح بالخير الى الدكتور ما شاء الله بالنقطة الثانية بالاوامر عصافه بتانه ما قال شيء الدكتور وش شكرا الدكتور بهذا الحضور حضور ممتاز بشعار الدكتور سعيد بسالم الشيخ ما شاء الله قدم لنا مياس بالشوط الاول وقدم لنا مياس بالشوط القعدان لابس عقال السوق منكوس يا سلام ما دام عندك ولد مياس. هذه التحديات الملموسة المركز الثاني مياس الدكتور سعيد بسالم الشيخ المركز الثاني شاهين سعيد بسليم الضبون العامري والمركز الرابع شاهين أحمد بن عيلان بن عبد الله المهيري. هكذا متابعين الكرام عودة بالتهني والناموس والتوقيت الزمني توقيت مياس ما شاء الله تحتم التوقيت أيضا توقيت اختب طبعا بهذا الصباح دقيقتين 4 ثواني مياس الدكتور سعيد بن سالم الشيخ.